وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ يعني وأي ضرر يلحقهم إلا يحصل لهم لو كانوا صادقين في الإيمان بالله واليوم الآخر وأنفقوا لوجه الله مما رزقهم الله؟ اللي يضرهم اللي يخسروا لو أخلص العمل لله، ولا سيما إن الرزق من عند الله، فهو مال الله، مال الله أصلا، وأنت مستخلف فيه مختبر فيه، ليه مصر تخرجه بصورة فيها رياء وفيها سمعة وفيها شهرة؟ إلا حيصيبك من ضرر لو أنت صدقت في الإيمان وقوي إيمانك في الله واليوم الآخر فتخرج لله فقط، لا لا ليس للناس. في ناس بتبقى محرجة بتطلع فلوس إحراج، لا، أخرج المال وأنت تعلم أنك تنفق لوجه الله، ده فقير أو مسكين، مش أحرجك فأخرجت، لا، إحنا بنخرج وأنا فاهم دي زكاة ولا صدقة ولا تأليف قلوب. ممكن واحد غني بديله هدية مش مشكلة، أو أعزمه على عزومة مفيش مشاكل خالص، بس عندي نية مسبقة. ولذلك إخواننا قبل أي عمل تعمله اسأل نفسك لمن هذا العمل، يعني مش عايزين نعمل عمل اتعودنا عليه، بعمل عمل بسأل نفسي أنا بحضر الدرس ليه؟ علشان بعتكف في المسجد وبنتظر الصلاة وبسمع أتعلم فأفتح لي أبواب عبادة، كل ما أعرف أكتر ألاقي أبواب عبادة فتحت لي فأكسب حسنات من هذا العمل. بنفق ليه؟ لأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، لأن ربنا حث على الصدق، لأن ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دايما يبقى الغاية رضا ربنا تبارك وتعالى، وده دليل على صدق الإيمان، لأنك بتنفق وتعلم أن الجزاء من عند الله عز وجل. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ وده اللي يساعدك على النفقة، اللي انت تعرف ان هو مال ربنا سبحانه وتعالى، بيختبرك المال ده ليه وظيفة، مش وظيفته اللي هو يكنز ونحوش، لا، اشوف الفقيرة تديله، الرحم اصلها، الضحية اعملها، اي شيء في وظيفة للمال اوظف المال في هذه الوظيفة، وعندي ثقة ويقين ان ربنا بيخلف عليا بالصدقات. الصدقات يا اخواننا ده باب واسع للرزق، الصدقات اللي انت شايفها فلوس بتروح منك ده باب واسع للرزق. عايز ترزق تصدق وجرب، ولو انت بتعمل حسابات سنوية في الانفاق بتاعك شوف اللي انفقته، واكثر من الانفاق تجد ان الله عوضك مثله واكثر. تجربة عملية هتلاقي انك المفروض تاخد كذا لقيت فيه فلوس دخلت كذا، بس ركز في الفلوس اللي بتجيلك بدون حساب او بتجيلك بدون ما تكون انت منتظرها، بس امتى؟ لما تنفق. لو اكثرت من النفقات تجد الله يخلف عليك، لان الله كريم ووعدك وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، هيعوضك هذا المال غير الجزاء اللي في الاخر. احسنت، ممكن يعوضك بحاجة اسمها الرزق السلبي، يعني تلاقي انك الحمد لله طول السنة ما مرضتش ولا عملت عملية ولا حاجات خربت في العربية او في البيت او اي شيء، فتلاقي ان الفلوس لها قيمتها موجودة معاك، بتاخد قليل بس لسه باقية، ده رزق، رزق عن طريق الايه؟ الصدقات. حتى الشيء الرخيص اللي ولادك بيلبسوه لو انت معكش فلوس بيبقى حلو في عيون الناس، هي كده الاكل البسيط بيبقى الولد ما بيشتكيش منه بيحبه، حتى القعده الضيقه اللي دايم مع اخواته او كده. وطبعا في نهي ان بعد 10 سنوات ان يكونوا في نفس المضجع، لكن تلاقي الولد يحب ينام نومه ضيقه، هو اتعود على كده علشان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى رزق الوالد ان ابنه ما يكونش
يعني بيحتاج مساحة أكتر في النوم. إلى هذا الحد نعم، وهذا مشاهد لمن يكثرون من الصدقات وكان الله بهم عليم. ده اللي يهمنا، إن ربنا يعلم العمل الذي نعمله، وما دام علم سيؤجر ويعطي الثواب والأجر. ما يهمنيش من علم، فلان ما عرفش. لأنا في ناس تزعل لو عملت شيء طيب وفلان ما عرفش بيه، لا، المهم ربنا اللي يكون عارف بيه، اللي يكون عالم بيه سبحانه وتعالى. وكان الله بهم.